بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نجيب على تساؤل لأحد الإخوان يعتبر مهما ويجيب على عدة نقط تشكل إشكالا بالنسبة للعديد من الإخوان وخصوصا الجدد، حيث قال الأخ في تعليقه: هل النجم الطارق يسير في خط مستقيم أم له مدار خاص به؟ وهل خط سيره سواء كان مستقيما أو في مداره يكون باتجاه الأرض أم فوقها أم تحتها أم موازي لها أم بشكل مائل، وهل يتقاطع مع الأرض ومتى يكون ذلك؟ أولا نبدأ بمتى يكون ذلك، فلا أحد يستطيع أن يؤقت لك أي شيء، وكل من يعطيك توقيتات فهو كاذب، لأننا لا نستطيع تحديد أي توقيت، توقيت وصوله، فالأحداث على الأرض هي التي ستنبهنا بقرب وصوله. وأولا لنعطي نبذة عن هذا الكائن وكيف تم اكتشافه. ففي سنة 1979 تم اكتشاف منبع كهرومغناطيسي شديد القوة آت من السماء الجنوبية من كوكبة القوس بمحاذاة الحزام المجري. ومع تطور معدات الرصد قامت ناسا اعتمادا على بيانات المركبة فوياجير عام 1992، وقالت أنذاك أن حجمه ما بين 4 إلى 8 مرات أكبر من حجم الأرض. وبعد زيادة اقترابه من حافة مجموعتنا الشمسية أعطى مرصد فات تصورا على أن حجمه يقارب 7 مرات من حجم الأرض، أي بحجم 0.238 من حجم المشتري. وحددوا أنذاك تاريخا للوصول حين يصل أو يتجاوز مدار نبتون، قالوا بأنه سيستغرق 16 سنة لوصوله حتى نجمنا الشمسي، وذلك حسب قانون كيبلر للحركة، لكن تصارعه متغير نظرا لأن مداره فراغيا تقاطعي مع جميع الكواكب. أما الشطر الأول من سؤال الأخ، فإن الكوكب المذنب نيبيرو أو الكوكب إكس أو أيا ما كان المسمى فله مدار إهليجي طويل جدا، وهو يتبع لنجمنا الشمسي ويصل بأقصى بعده في الفضاء إلى حزام كوبر المعصمي. وكذلك فهو كوكب، لأن الكواكب كما تعلمون لها مدارات وله أقمار تدور حوله، إذن فلديه خصائص الكوكب، وهو مذنب لأن لديه ذيل نيزكي عملاق طويل، وهو نجم أيضا لديه خصائص النجم لأنه من النجوم الضامرة الماصة للضوء التي تلزمه عشرات الآلاف من السنين لكي يصل لمرتبة النجم النيتروني. وطول مداره الكبير جدا، حيث أن مداره إهليجي طويل جدا، هذا الطول يجعله كأنه قادم إلينا في خط مستقيم. ثانيا مداره كما قلت قادم نحو نجمنا الشمسي، فهو يدور حول نجمنا الشمسي حتى يصل إلى الحضيض الشمسي أولا، فهو يتقاطع مع مدار الأرض عند دخوله، يصل إلى الحضيض الشمسي ثم يرتد عائدا للفضاء ثم يتقاطع مع مدار الأرض من جديد في النقطة الثانية، وهذه النقطة تكون هي الحضيض الأرضي، وهو يتقاطع فراغيا كما قلنا مع جميع المدارات، إلا أنه على خط مسير الشمس الذي يساوي 0 درجة من مدار الأرض،
يعني أن مدار الأرض يساوي صفر درجة مع مسيره، وتختلف درجات بعده عن مدار الكواكب الأخرى. لذلك فإن التأثير الأكبر وحصة الأسد من التأثيرات ستكون من نصيب الأرض الذي يوجد على نفس درجة مسيره. ثالثا، هو على نفس خط المسير مع الأرض، وليس كما يدعي البعض، بعض الغربيين. فهناك العديد من الصفحات ومن القنوات الغربية، ومن ينقل من تلك الصفحات الغربية يقولون ويدعون بأنه قادم من أسفل الأرض، ونحن أعطينا الدليل على أن خط مسيره هو على خط مسير الشمس الذي هو صفر درجة مع مدار الأرض. وسنشرح الاختلاف بين مدارات الكواكب من كوكب لآخر على جدول يظهر لنا درجات الاختلاف. لنمر للشرح على الشاشة. قلنا بأن مداره إهليليجي طويل جدا كما تلاحظون، فهذا هو مدار نيبيرو، وهذه هي مدارات كواكب المجموعة الشمسية. ونلاحظ أنه مخالف لاتجاه دوران المجموعة الشمسية، فهو يدور مع عقارب الساعة، بينما كواكب المجموعة الشمسية تدور مخالفة لعقارب الساعة. وهو قادم من سيجيتاريوس، أي كوكبة القوس. دخوله سيأتينا من السماء الجنوبية للأرض في كوكبة القوس، ثم يلتف يصل إلى الحضيض الشمسي، يتقاطع مع مدار الأرض، يصل للحضيض الشمسي، وتكون الأرض في هذه المنطقة. وحين دورانه يمر محاديا للأرض، أي في الحضيض الأرضي، ومن شدة طول مداره يظهر لنا ظاهريا كأنه قادم في خط مستقيم، لكن مداره مدار إهليليجي. وهذه الصورة التوضيحية توضح لنا كيف سيتقاطع مع مدار الأرض في النقطة الأولى، ثم في النقطة الثانية ليعود إلى الفضاء. والجدول الذي تحدثنا عنه فهو أمامنا ها هنا، Planet an Orbital Inclination، الميلان المداري. فمثلا ميركوري أو عطارد 7 درجات، الزهرة 3.39 درجة، فهنا مرتفع عن خط مسير نيبيرو ب7 درجات، الآخر مختلف معه ب3.39، الأرض 0 درجة، يعني على نفس خط مسير مدار الأرض، على خط مسير الكوكب المدنب. عندنا المريخ 1.85 درجة، جوبيتر المشتري 1.30، زحل 2.49 درجة، أورانوس 0.77، نبتون 1.77 درجة، بلوتو 17.20 درجة. تلاحظون لأن الكواكب في الحقيقة، الكواكب ليست كما يرسم في الرسوم التوضيحية، فالكواكب ليست على نفس المستوى في المجموعة الشمسية، بل هناك اختلاف في درجات ميلان مداراتها حول الشمس بالنسبة لمسير خط مسير الشمس باعتباره هو المعيار. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.